أرماس تحضر جديد. مشينا للجبل الأحمر الاستوديو اللي تصنعت فيه عشرات الهيتات. قابلنا المنتج والرابر التونسي أرماستا. أرماستا مرحبا. أهلا وسهلا. جبتني بحذيك؟ أخوي في التيران تاعي اليوم. هنا في المعمل. في المعمل خويا. أما هالبلاصة الصغيرة هذه قديش خرجت من برشا هيتات؟ خرجت برشا هيتات. الغنيات اللي هنا والبرشا عباد آخرين خدمناهم هنا. برشا ناس موسيقيين وقت اللي جي في يدهم شوية فلوس أول حاجة يعملوها يبعدوا يكبروا. أنت مازلت في جبل أحمر هنا في الاستوديو هذا اللي بديت فيه صغير؟ مازلت في الاستوديو هذا خاطر البلاصة في حد ذاتها معناها تعني لي برشا. وين نبدأ أليز كي نبدأ في الاستوديو هذا؟ كنت نجم نمشي للاك ولا بلاصة نعمل استوديو، فهمت؟ أنا بقيت في دير للبلاصة خاطر لهنا الاسبيراسيون والسورس ونعمل جو لهنا. أنت في اللاك ما فماش انسبيراسيون؟ مش كيف كيف لهنا ثم أمي تعمل لي ترموز تي خويا سخون كي رائع نعمل جو تجيني أفكار باهيين خاطر داينا موجودين في ال فوق بالكل في التخوازيام ايتاج وكي تغزر تشوف الجبل الكل بالضبط فيو عالية ترى الحومة ترى حتى سيدي بالحصن منها تبين حتى ترى البحر زادة منها نشوف الهرين المنتريل متعوب عليه برشا و أما نعرف إن البدايات ما كانتش هكا والله الحمد لله البدايات كانت منتريل متواضع برشا وينو كان المنتريل حقك ديما مستحفظ عليه لا مازال عندي مخبي المنتريل هذاك حق قديمة باش تغزل وتعرف وين عندي كنت عندي حتى الميكرو القديم اللي كنت نخدم به كل عندي ها مزيان هذا الميكرو اللي عملنا به هنا وكافون غنيتنا الكل هذا عملته مازاتيل وإكمي دانسي هذا هو اللي عملنا به مازاتيل وإكمي دانسي عملنا به 40-70 40-70 هاي الميكرو هذا كسجناه وقديش سمه هذا؟ والله طبعا ما نعرفش ما في الوقت ذاك قبل معناها نعرفش انا شريته 10 سنين التالي مليون ونص شوف اش خرج معناتها شوف اش خرج وبه معناتها كي تغزر حاجات كيما هكا وتغزر من بعد كيفاش وليت الحمد لله يا ربي مقابليني تروفيات تروفيات تروفي اليوتيوب لولادي بالكل 100,000 والمليون مليون. والمليون هذايا الفضه وهذايا الذهب انوالي فرحك اكثر بصراحه الفضه تهب ما فرحنيش خطر كنورمال مورا وخذيته عندي برشا برشا ما أنا خطر واحدي ما عنديش نتورك معناها ذاك عليش فهمت علي الزابوني يتفرطولي ببرشا عبيد كانوا يهبطولي فيديوهات ويحد شو قيمتهم بالنسبة لك انت زوز تروفيات اللي معلقهم في استوديو هنا والله الحقيقة مع ديكور وكهو بالنسبة لينا القيمة انت نحصل القيمة ثم جوائز أهم في الموسيقى فهمت تاخذهم أكثر من تروفي يوتيوب هذاك ينجم ياخذوا واحد بلوغور ولا واحد يلعب في الجو فيديو فهمت معنينا عندي أنا أهم الجوائز تاع الموسيقى معلش عندي هذاك تروفي هذاك بالنسبة لي أنا أحسن خذيته تاع جوهرة فيم تاع أغنية العام حمامة طارت وقتها شفت الجوائز ساعات مساطوا شوية على خاطر ساعات تحس فما ناس تاخذ في جوائز فقط مجاملة واليوم أي من مكان صار يعطي أي جائزة يعطي أي لقب ما حتى حد ما ينجم يشك في حمامة طارت أغنية العام معناتها بالنسبة ليك أنت فما أرمستا قبل حمامة طارت فما أرمستا بعد شكون أمن بيك؟ أمي أكثر عابد أمن بي بالحق؟ أي بتبيع أمي معناها أنا قبل رأيت مثلا أنت ثم العبيد وقت اللي ثم عبد جاي رابي قول عام 2000 ولا عام دي رابي عام 2011-2012 مش كما عبد بدي رابي عام 2000-2001 هي حاجة بيزار ياسر معناها العبيد والبريسيون بتاع الضغط بتاع الدار بتاعك اللي فاش تعمل أنت تو كوميم شافوا ريزلتا العبيد شافوا نتيجة شافوا تنجم تخدم خدمة تاع الموسيقى هذه واحدة في الوقت هذاك قبل معناها الضغط كبير و صعيبة الحكاية معناها أمي الحمد لله عاونتني ما كنت نجم تسكر علي الباب ولا تقولي ليه ولا ما يمن تبيع فهمت اليوم اجتماعيا تبدلت معناتها وليت عندك شوية فلوس وليت تنجم تحسن من ظروفك نعرف برشا أنه الفلوس تمشي بالأساس عندك أنت للموسيقى للاستوديو لكن غيرت للدار شوية حياتهم عيشتهم والله أنا فسرلك حاجة الحمد لله معناها راهو عائلتي ودارنا راهو جاهم به مليان صغير فهمت معناها هما ما يستحقوا ليش فهمت وثم حاجات بيناتنا معناها عائلتي وأخواتي ما بيناتناش احنا كعائلة كيفاش تربينا فهمت كلي نقسموا كل شيء مع بعضنا احنا فهمت معناها أمي وبابا ربيونا بعقلية متاع خوك كذاك تنحي من فمك وتعطي لخوك فهمت هكاك احنا سوليدير معناها غبت برشا خبت بوك تعرف ايه دي على ليش خبت برشا حاجات اي بس كورونا كورونا نمر واحد ساعة نمر اثنين كان عندي برشا معناها بروغرامات باش نصور البرا حاجات كوش نعمل فيتورينجات كوش نمشي لي ميسيونات في خارج تونس معناها باش نحضر فيهم
جت الكورونا هذه هلكت كل شيء. العرس زاد يبخلك شوية. لا والله ليه بلا امبوسيبل بالعكس أنا أكثر خدش مع من غنية عندي حاضر. هي ما سي وليت مسؤول وليت يزبك تقوم الصباح يلزبك. طاشنا وليت تبدل فيا. قبل كنت نجم نصور كليب هكاك هاي نصور كليب فهمت معناها وعادي تو ما عادش نجم نعمل اللي يجي ما عادش نجم نصور كليب اللي يجي ما عادش نجم نهبط غنية اللي يجي وليت اكثر نحسب فهمت. قداش يوجعك لما انت تحب تعمل كاليتي وتبدا فرحان بها وما تنجحش او ما تنجحش كما انت تصورتها وساعات تفدلك تلعب طن طن هما طن اغلبيه الحاجات اللي نشحوا لي كيكة اللي نلعب فهمت كي تكسر راسك على حاجه نورمال مثال شو مفيد انا نعمل حاجه انا نجم خاطر هذوكم وقتاش نحس قيمتهم انا كي تخدم حاجه كاليتي تبدا من الاوديو للكليب كي تقعد مع ارتيست من برا وبالحق ينبهر ويرى يحس فهمت ولا ارتيست حقيقي يفهم مش عبد هكاك ينبر ولا جوست يشوف هكاك. خدمت برشا حاجات سولوات فرضت روحك على خاطر بالنسبه لك انت السولو مهم باش تقول انا ها وشو انا نجم نعرف نعمل اما كيف انت كيف الاختيار شكون صوته يركب مع صوتك وتعملك التوليفة اللي هي ما هي سهلة وتعمل فيتات بهين آخر فيت عملته مع النور دو جبنا لغة ما جيناش يدينا فاضية وما تفرحني كانوا ميكي تبدا راضية قلبي جرح يتقبح وحروفه اللي ماضية نحب الناس والخرش اللي نعطيه بالقاضية. بالنسبة لك انت استراتيجية وتكنيك على خطر تعرف انه النور دو زاد الفترة هذه طالع عندك البحة اللي في الصوت اللي مختلفة على صوتك حسبتها ولا جت فيلينج قعدت احنا الغنية سجلناها قبل ما نور دو يهبط غنياته اللي مشاو له هذوما الاخرانيين وباريتها معناها صوت نور دو يعجبني وما يشبهليش انا راه مهم ياسر كي نغني مع عبد ما يشبهليش معناها هو عنده تامبر عنده نوع انا عندي نوع نخلطوهم مع بعضها نعملوا لعبة نعملوا لعبة انا باش نسمي لك اسامي فنانين وانت حولهم لي النوتة الموسيقية فريد اولد سكول عزفتها اولد سكول يس وقسوات وانت صورت معاه عارفها انا باش تنجح ولا ليه والله باينة باش تنجح الغنية فيها حاجات فيها مود باسات باينة باش يشدوا عند العبيد ويقمروا سمعتها قبل ما تهبط؟ سمعتها هاي باهي غنية سمعتها عرفتها باش تنجح حك ربي لي عالم بينا يا وكل فينا ربك فينا هربينا الهم ومرضى بينا يا وناس مريضة تحاسب فينا كافون كافون هذا كفا شيخ هابي بالريقي كفا المدة هذه مدردرين شوية على بعضكم كفا ليه صاحبي نرمال عادي ديما تنابز أنا وياه نرجع جونا بيه شو ما تقوليش حتى لتومك مش صافين صافين نحكي وارد كفا مثلا نهار الجمعة نحكي أنا وياه نهار الأحد نتعاركوا نهار الثلاث نتعشيو مع بعضنا نهار الأربعة نتعارك هيك نرمال اليوم شو اليوم؟ بعض. اليوم اثنين اليوم اليوم اثنين آه. دونك احنا فيني مرحلة على تطورت المغوطة بربي شو السبب بتاع العركة؟ خدر أسباب عركتكم تافهة على الأخر سبب العركة طلبني في التليفون خدته لحظة خلنا نكمل نتعشى ويا حدا طالما نرجع لك خلي ليه أنت تكذب بيكش تتعشى وتطلب فيا شفت أذية من كثر المحبة وكافو يحب واحد يا صاحبي كافو نحبه بالحق نحبه الرادي وجي جي يا ريد ستار الرجعة كيفاش ترجمها لي موسيقيا؟ آه رجعتهم هابي بيس اند لوف هابي بيس اند لوف يعني استخدم على رويحة في موسيقى وصحاب من نور الدنيا معناه نفرح كي راد عبيد صحاب قعدوا مع بعضهم وصغار وكبروا مع بعضهم فهمت بيان سور حاجة تفرح معايا اعطيني توا الكلاشات اللي قاعدة تصير مع أولاد منزل بورقيبة سمارة سنفارات شيقي بلاك كيفاش تترجمها لي موسيقيا؟ ما
حزتك حزتني الحكايه خاطرهم ولاد حومه ولاد بلاد واخوات وزايد يشمتوا فيهم العباد والنباره فهمت الرام مع بعضهم يغنيوا كليك واحده سيرسين عاملين جو احسن من اللي تعاركوا سبوا بعض. وضعيه الفنانين توا في الكوفيد ما نعرفش كنت تعرف تعمل حاجه فيها غش ولا ليه؟ زي نورمالمون تعبي عادي يندف اكثر ما تعمل غش بالكلافي غش ألم ألم أرمست ما بين المنتج والفنان وأنت بالأساس منتج فما يزم تصير فما نوع من الكمبليسيتي فما انسجام والانسجام هذايا باش نجم يجيب لنا برشا موسيقى. قعدت نسمع عندك غنية تحلوين برشا أما لسيق ما نفهمش الغنية اللي سمعتها لي تو علاش مخبيها حتى لتو نقطة استفهام. سمعت مريم نور الدين سمعت نربين صفر ما انت تهز في الفنانين في مودات وفي جو اخر انت تجي تقول لهم انا الرقم هكا لا انا ديما نسال احسن اكثر سؤال معناها نساله مهم ياسر شنو الاغنية اللي يعجبك شنو الاغنية اللي مضروب فيها انت خاطر سير اي ارتيست عنده اغنية مضروب فيها من داخل يحب يعمل كيف فهمت انا نبني على الاغنية اللي مضروب فيها هو اللي يحب يعمل كيف اما شوف فما حاجات الفنان يقول لك بصراحة شما الأغنيات بتبيع أكثرية هم اللي رأوا الحقيقة معناها في تونس الكل مضروبين في أغنيات البرة معناها مش مضروبين في أغنيات تونس الكل مضروب يوريك أغنية أمريكان ولا فهمت هذيك أخي مضروب فيها حب يعمل كيف نجم اليوم تقنيا نعمله كما اللي تعمل في أمريكا تقنيا بيسر تقنيا علاش نجمه نعمله خاطر قبل مثلا من الألفينات وانت جاي كان باش تعمل الموسيقى هذيك كيما الامريكان مثلا لازمك الامكانيات ولازمك الميكروويت ولي كونسول وكل شيء والموسيقى كانت انالوج توا ولات نوميريك معناها وصلوا نوميريك يخرج نفس الكاليتي نتاع الانالوج معناها نتاع هي بيده معناها تنجم بورديناتور صغير وكارتسون تخرج غنيه توب فهمت بالتكنولوجيا معناها كل شيء تنجم تعمله معناها ما عادش ثمك التاكش خاطر ما تمش تجيب برشا كمانجيت غاليين ولا كل شيء تعمله بالسانتي فهمت بالسامبلر وتخدم مخك ونفس الفازه ما تفيقش على ما تفرقش شكون اليوم ينافسك شكون اليوم تعجبك خدمته شكون اليوم تراه مهم موسيقيا بروديكتور ثم معناها اكثر عباد يعجبوني انا بالحق معناها ثم دي جي كيلا يعجبني برشا معناها ديما نحس عنده حاجات جدد وديما يتطور ثم راتشوبا باهي سيلم هاف ما نحكيوش عليه هذاك خطير وديما مع بعضنا معناها بريسك برشا خدم اللي سمعتهم لك خدمهم انا وياه ثم برشا باهيين ثم دروبا وليكس جروب زاد باهيين من بيجا يعملوا في موسيقى الكترونيك طايرين معناها نيفو قوي برشا ينجموا يلقاو رواحهم لبرا برشا ثم عباد باهيين الموسيقى نتاعك تحسها موسيقى عصرك لكن انت ولد الرشيديه وكبرت على الموسيقى هذيك شو اللي صار باش ما تحولتش انت الى مثلا مشروع صابر بيع جديد مشروع محمد جبالي جديد مشروع فنان وتري جديد شو اللي صار لك موسيقيا باش قصيتك اكل الموروث اللي انت تربيت عليه وانت صغير والله بو الموسيقى هذه كنحبها وكل شيء اما ما نحبهاش قد نحب الموسيقى الاخرى الحقيقه معناها كي نحطهم في ميزان الاخرى نحبها اكثر برشا الموسيقى هذيك متاعنا وكل شيء فيها حاجات يعجبوني مش كلها تعجبني ونحب نعيش وقتي معناها هذه الموسيقى اللي نحسها تعبر عليا اللي نجم نكتب فيها اغنيات ما عنديش حدود في الغناء الاخر عندي حدود تم ديما ثم حدود في الموسيقى هذه ما عنديش حدود نجم نعمل شنو نحب ما ثماش لا وما يجيش ولازمك مستوي وتطلع سيرسين بكرافات الموسيقى تعمل اش تحب تطلع حافيين تنحي مريولك تنقز انا نحب الحريه فهمت نرجع للخدمه اللي تستنى فينا نوردو ضيفته بشي ضيفك إن شاء الله سيلم هاف وحدك وحدي بشير زيدا ديجا باش نبداو نصوروا الأيامات هذم مع دريس خضر زيدا إن شاء الله نعملوا كليب بي كلموني برشا وترين يحبوا يقابلوك من عرش سهل باش نلقاوك سهل أنا صديق الجميع والله حكيت مع برشا عبيد معناها
وما رجعت لهم شرا ولا غالب خطر بالحق بوقتي مشارجي سنو نحب نخدم مع الناس الكل اخدم فما برشا فنانين بالحق اللي انت يمكن صغير كنت تحلم بالشتراح ونفرح راه معناها في بالك انا معناها بالنسبة لي انا نبدأ فرحان برشا كي نخدم معهم ورأي انا الموزيكا هذي اللي نعمل فيها باش نعمل جو باش نتفرهد باش نفسيتي تكون احسن فهمت وعني انا نخدم مع اي عبد ونبارتاجي معه ونعمل جو فهمت بينك وبين الموزيكا شكون ينفع الاخر اكثر الموسيقى نفعتك أكثر ولا أنت نفعت الموسيقى أكثر؟ بو كي باش نحسبها أنا الموسيقى نفعتني أنا نفعتها أكثر ما نعرفش خاطر كان أنا الوقت اللي ضيعته في الموسيقى خدمته في خدمة أخرى راني دخلت أكثر برشا وفهمت ما نعرفش الموسيقى نحبها ما نجمش نحسب مع نعم فيها بجو أنا فهمت كان عندي 20 ساعة ما نعرفش أنا مثلا أي خدمة حاولت نخدمها في حياتي بعد ساعتين ثلاثة نقلق لما كان أنا نعم في الموسيقى نجم نعدي ثلاثة أيام ما نقلقش نشكرك برشا العام 2020 ان شاء الله يا ربي لا يعاودوا لا يعاودوا حتى كان مش نحسب لك نوابك لا يعاودهم اما نتصور 2021 بالشيء اللي نسمع فيه توا نتصور باش تكون عندك فيه بصمه كبيره برشا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ونتمنى لك برشا سكسي ميرسي بوكو عايش 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 لو وش في الموني نضرب الكيروني ونجيب البرساجي بس كنت تليفوني من هار لي شافوني لي بوخي باجاجي وزفتي لي تسوري داوي لي كامبوني ماني شدو عاجي ملايين سامعوني والناس يحبوني من طاجة بغازي طال انتظاري واخذتو قراري ركب في باري مصاري مصاري بشعر سيجاري ميتاحش دولاري دني سبقناها وجرينا فراري نغمة أباري ميش أحباري هيتو أسراري ونغضن فشعاري سالوا الأخباري وش عندي في داري سرقوني تفكاري محرنو في ساري